وفاة مراهق أمريكي إثر المشاركة في تحدي تناول الرقائق الحارة على تيك توك. في حادث مؤلم، توفي المراهق الأمريكي هاريس ولوباه البالغ من العمر 14 عاماً بعد مشاركته في تحدي تيك توك لتناول رقائق مصنوعة من الفلفل الحار للغاية، حسب ما نشرت نيويورك بوست. وحسب التقرير، أكدت الشرطة الأمريكية أن هاريس توفي في منزله في الأول من سبتمبر بحضور الشرطة والمسعفين، وكتبت العائلة على مواقع التواصل الاجتماعي: كان هاريس كنوري، لقد كان شابا ذكيا وموهوب بشكل لا يصدق، وكان يحب ألعاب الفيديو ولعب كرة السلة. هاريس ولوباه هو طالب في السنة الثانية في مدرسة دوهيرتي ميموريال الثانوية في وورسيستر. تناول شريحة باكي حارة للغاية في المدرسة، وسرعان ما أصيب بألم في المعدة، حسب ما قالت والدته لويس لشبكة NBC 10 بوسطن. قالت والدة الطفل: أعدنا ولوباه إلى المنزل وبدأ يشعر بالتحسن، ولكن تم العثور عليه لاحقا مغمى عليه بينما كان سيغادر لإجراء تجارب كرة السلة. ونقل المراهق الشاب إلى مستشفى قريب، وكان من الواضح أنه مات، ولم تقدم الشرطة على الفور سبب رسم للوفاة، وقالت الأسرة إن تشريح الجثة جار. وقالت والدة ولوبا لويس لقناة NBC 10 بوسطن إنها تعتقد أن ابنها توفي بسبب مضاعفات بسبب الوجبة الخفيفة الحارة، فيما تحذر الشركة المصنعة للرقاقة على موقعها على الإنترنت من أن تناول الشريحة قد يكون له آثار طبية ضارة. يختبر جزء من التحدي المدة التي يمكن للشخص الذي تناول الرقائق أن يستمر فيها قبل أن يأكل أو يشرب أي شيء آخر للحصول على الراحة، فيما تقول العلامة التجارية باكوي على موقعها إن الرقاقة يجب أن يأكلها البالغين فقط، كما تنصح الأشخاص بضرورة طلب المساعدة الطبية إذا كانوا يعانون من صعوبة في التنفس أو الإغماء أو الغثيان لفترة طويلة. وتقول العلامة التجارية: بعد لمس الشريحة، اغسل يديك بالصابون ولا تلمس العينين أو المناطق الحساسة الأخرى. وتحتوى شريحة هذا العام على كارولينا ريبر بيبر وأوناغا فايبر بيبر بحسب الموقع. وقال رئيس مدرسة وورستر العامة إن المجتمع المدرسي فقد نجما صاعدا في ولوباه. وذكرت راشيل موناريز مديرة مدارس وورسيستر في بوسطن 25: بصفتي أما ومعلمة، لا أستطيع أن أتخيل مدى صعوبة الأمر على عائلته وأصدقائه ومعلميه. وتم تصنيع الرقائق من فلفل كارولينا ريبر واو ناجا فايبر، وهما من أكثر أنواع الفلفل حرارة في العالم. هذا وتمتلك ولاية كارولينا الفلفل الحار الأكثر سخونة في العالم وفقا لمقياس سكوفيل، وهو مقياس قوة الطعم الحار. ويقول خبراء الصحة إن التحدي يمكن أن يسبب القيء والسعال والربو والحروق.